جايه بدري كده ليه؟ ابدا يا اختي، قلبي وكيد على محمود، قلت اجي اطمن عليه. عامل ايه دلوقتي؟ نايم. وخالد كمان نايم. نوم العوافي يا اختي، اصل احنا امبارح ما نمناش طول الليل يا طنط. طب قومي يا حبيبتي، قومي كملي نومك، قومي يا اختي. طيب البيت بيتك؟ ها لو ليلي خالد مش رايح شغله؟ ما اعرفش بقى، نايمة على روحها والوقت اتأخر. ايه دي الساعة 7 ده كده هيتأخر على الشغل. يا خالد يا خالد خالد يا خالد، قوم يا ابني هتتأخر على شغلك. خالد يا حبيبي قوم، انت رايح في النوم. اه محمود صحي، انا هفايدك يعني مفيش نوم خالص النهارده. كويس كده يعني؟ يا اختي انا خايف على خالد هتأخر على شغله. خالد نازل، واضح انه خرج واتسحب من غير ما احس، عمل حساب قلة نومي. معلش يا اختي حقك عليا، انا كان كل قصدي ان خالد يروح شغل. انا عارفه قصدك، عارفه. معلش طب هات يا اختي، هتشيلي الواد عني كنت روحي في النوم. لا معلش، هو مش هيقعد معاكي ساكت، هو عيان اصلا. طب اعمل لي غدا. لا احنا كلمنا ماما وزمانها جايه لنا دلوقتي. متشكره. يعني مش محتاجه حاجه مني؟ لا مش محتاجه. طيب انا همشي انا، فوتك بعافيه. مع السلامه. بس يا ابني بس يا ابني بس، يلا نام بقى يا حبيبي. انا هيمو ازاي ده بس يا ربي، النهارده مفيش نوم كده كمان. الو. ايوه يا احمد. امتى وهي فين دلوقتي؟ انا اروح لها؟ لا مش كده، بس انت عارف ما اقدرش اتحمل الموقف. ايوه يا احمد، انت عارف شعوري اتجاه الموضوع ده. حاضر اوكي، مع السلامة. كانش فكري غير جوزك. لما جه واتخانقوا سوا كان هو الخلاص الوحيد بالنسبة لي. حسيت اني لما اعمل كده هرد جزء من جرحي. وسيبك تتألمي زي ما انا عشت مجروحة في كرامتي ومشاعري. كان بيحب. ايه رأيك؟ ادخل. اتفضلي يا مدام سارة. اتفضلي يا استاذ. هي يا مدام سناء، اظن ده اعتراف كامل منك. كانش قصدي صدقوني، والله ما كان قصدي، كنت بدافع عن نفسي، كان عاوز يخنقني. افتح التحقيق. انتوا ما تعرفوش جمال عمل فيا ايه. حكم على مامتي بالموت، دي خديعه كبيره قوي. لا لا دي جريمه، والله العظيم جريمه. جريمتي انا كانت بدون قصد، صدقوني. المفروض ان اللي حصل لي ده يتحاكم عليه اي انسان، حكم ربنا وحكم القانون كمان. سبتي بيت جوزك وجيتي ليه؟ مفيش يا ماما. يعني ايه مفيش؟ هو عصبي شوية وانا عصبي مبقتش تتحمل. انت كدابة. ايوه كدابة. طب وحياتي عندك ايه اللي حصل؟
ماما مفيش حاجة حصلت. أيوه. ازيك يا ماما؟ أهلا حبيبي. إيه اللي عملتيه ده يا سوسن؟ عملت إيه؟ ما أمك لازم تعرف، إن ما كانش دلوقتي هيبقى بكرة. قول لي يا ابني إيه اللي حصل؟ سوسن يا ستي أصرت إنها تيجي تبات عندك زي ما إحنا متفقين. جوزها مرضاش لأن في ظروف اتغيرت عنده، عمه جايله من البلد. فلما قال لها لأ أصرت إنها تيجي تاخدك وتعيشي عندها على طول. وقالت إن ده قرار نهائي، فاتخانقوا مع بعض. هو ده السبب؟ أيوه. لأ هو بس رفض إن سوسن تاخد قرار لوحدها، ومتهيألي إن ده حقه. تلاقيه قال ما ولادها الرجالة أولى بيها، أنا سمعته قبل كده هو بيقولها. عنده حق يا أخي، كل واحد عايز يعيش براحته ببيته. يا سلام، لكن ما لكنش. يا سلام، وشمعنى حماد خالد عايشة معاه على طول؟ صوابعك مش زي بعضيها. يلا يا أحمد خدها وديها على بيت جوزها. لا يا ماما لا، كلمتي لازم تسمع، وتاني مرة اوعي تسيبي بيت جوزك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ثم مين قالك ان انا موافقه انها جابت عندك ولا عند غيرك؟ يلا يا احمد، يلا يا احمد خد اختك وديها بيت جوزها، واوعى تفهمه ان انا اعرف كلمه واحده من اللي اتقالت دي. ايه يا ماما؟ ويجرى ايه لما تيجي تعيشي معايا في حضني؟ ما يجراش يا قلب امك، بس لازم تفهميه ان انا رافضه بات في بيت اي حد فيكم من زمان قوي. وتفهمه كده يا احمد، انا بيتي مفتوح والحمد لله ومعايا ربنا. تأمر يا أم، أنا هاخد سوسن واقعد معاكي شوية، ولا أقولك أنا هروح سوسن واجاخدك ونروح لعمر، أنت مش كان نفسك تشوفي بيته؟ ما نفسيش أشوف بيوت حد يا سيدي، إذا كان هو نفسه ما قالهاليش. يا أم ده ما يقصدش، أنت هتاخدي على كلامه. يقصد ولا ما يقصدش، خلاص يا ابني. ما تزعليش نفسك يا أم، أنا وأنت نروح له ونطب عليه ونعملها له مفاجأة. يلا يا سوسن. ما تزعليش جوزك تاني يا سوسن. ما تشيليش هم، انا لما ازهق هاجي اقعد معاك يومين. بجد؟ بجد يا حبيبتي. امتى؟ قريب ان شاء الله. خلي بالك من نفسك. حاضر، يلا بالسلام. سلمي عليه. حاضر. مش عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ لا يا حبيبي. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. سلام. على رأي المثل بيقول ربي يا خايبة للغيبة ولا للغايب، أقولهم حصل بعضه.